بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المربي، أختي المربية، علموا أولادكم، علموهم أن الكورونا جندي من جنود الله يعبده ويسبح بحمده، ولكننا لا نفقه تسبيحه. علموهم أن هذا الجندي جاء لنصحح الطريق ونحسن النوايا، لم يأتي لينشر الرعب، بل جاء ليذكرنا لا تحزن إن الله معنا. كلا إن معي ربي سيهدين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. جاء ليثبت حقيقة الابتلاء، فيميز الله الخبيث من الطيب والصادق من الكاذب. علموهم أن هذا الجندي لم يأتي لنلبس القفازات والكمامات، بل لنرتدي لباس التقوى، ذلك خير. لم يأتي ومعه الموت، بل جاء ليحيي قلوبا ماتت وغفلت عن ذكر الله. علموهم أن هذا الجندي أقعدنا في البيوت لتكون فرصة للصوم وتحسين الصلاة وتلاوة القرآن الذي هجرناه. جاء ليخبرنا أن الرحمن اشتاق لقلوب خاشعة وألسنة داعية. علموا أولادكم، علموهم أن هذا الجندي فيروس لا يرى بالعين المجردة، ولكنه أرعب الكون بأكمله، فما بالنا إذا وقفنا على أرض المحشر أمام رب العالمين. علموا أولادكم، علموهم أن هذا الجندي وقفت أمامه الحكومات والمنظمات والدول المتقدمة عاجزة، أغلقت من أجله دور العبادة حتى الكعبة، علق الطواف حولها، أغلق أمام الطائفين، عطلت دور التعليم، علقت الأنشطة، عطلت كافة مرافق الدول. علموا أولادكم، علموهم أن هذا الجندي جاء على بغتة وانتشر بغتة بلا سابقة إنذار، ليذكرك أن الساعة ستأتي بغتة، وأن باب التوبة سيغلق بلا إنذار، وملك الموت بلا إنذار، فماذا سنفعل؟ أخبروا أولادكم أن الصدقة تدفع 70 بابا من أبواب البلاء، وأن الدعاء يرد البلاء ويغير مسار القدر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويحفظ بلادنا من كل سوء، وأن يردنا إليه مردا جميلا. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.